السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، أصدقاء جروب رجيم الكيتو بسهولة، وأصدقائي على قناتي على اليوتيوب، قناة محمد عطية. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة نعمل حاجة كده، وصفة اختراع بصراحة، قعدت اخترع كده مع نفسي عشان نعمل حاجة حلوة ينفع ناكلها في رمضان وتكون صحية ومناسبة لكل الناس، سواء اللي عامل كيتو أو اللي عامل لو كارب أو حتى مرضى السكري من النوع التاني. النهارده هنعمل حاجة كنافة بالقشطة، بس يعني مش كنافة بالقشطة بالظبط، حاجة شبهها إلى حد ما. عملناها بمكونات كلها صحية 100%، جوز هند وزبدة وحاجات لطيفة جدا هقولها لكم بالتفصيل، وكلها سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. يعني انت جوز الهند بكام؟ يعني هتجيب شوية جوز هند كده ب6 7 جنيه، ولو حبيت تضيف عليهم دقيق جوز هند هنقول بعد شوية الوصفة بالتفصيل. المكونات بتاعتنا: كمية من جوز الهند، انا مثلا خلينا نتكلم عن كمية ولتكن 100 جرام جوز هند مبشور، ومعلقتين زبدة او سمن بلدي، وكوباية لبن، لبن كامل الدسم. اذا هتضيف كريمة خفق يبقى اوكي، مش هتجيب كريمة خفق وهتوفر شوية في الوصفة، يبقى خلينا اللبن كامل الدسم وعادي، هيدي لك نفس الإحساس ونفس الشعور بتاع القشطة. سكر دايت طبعا، واستخدمت جيلاتين باودر، جيلاتين حيواني باودر بدل النشا علشان نخلي القشطة بتاعتنا متماسكة كده. هطلع لكم وصفة لطيفة وجميلة جدا زي اللي انتم شايفينها قدامكم دي دلوقتي. بس دي المكونات. يبقى جوز هند، او ممكن زي ما قلت ايه، دقيق جوز هند علشان نتقل الكريمه بتاعتنا شويه، اذا متاح اوكي، مش متاح خلاص مش مشكله. اصلا جوز الهند العادي انت ممكن تطحنه ويطلع منه دقيق جوز هند، الموضوع بسيط وسهل جدا يعني. طيب ازاي بقى هنخلط كده المكونات اللطيفه دي مع بعض ونطلع منها الوصفه الجميله دي؟ تعالوا نشوف مع بعض. بس فعلا تعملوا لايك للفيديو، كمان حط تعليقاتكم على الفيديو لو عندكم اي سؤال، وتجاربكم مع الكيتو في رمضان، اشتركوا في القناه عشان دايما توصل لكم طبعا كل الفيديوهات الجديده. يلا نشوف مع بعض الوصفه. اولا حطيت جوز الهند كله، حطيت في الاول الزبده في الطاسه على النار، نار متوسطه، وبعدين حطيت كمية جوز الهند. بعد شوية هتلاقوا في حتة زبدة كده اهي بتتقلب كده على الهادي، اللي هو انا لقيت بس ان الزبدة قليلة شوية، انا حطيت كمية جوز هند كتيرة بصراحة، يعني انا حطيت حوالي 180 جرام، فمعلقتين زبدة ما كفوش، فاضطريت ان انا ارجع احط معلقة تانية بعدين. المهم انت حطيت معلقتين زبدة، سيحهم كده على السريع، وبعد كده تنزل عليهم بجوز الهند المبشور، وهنقعد نقلب كده ايه على الهادي شوية شوية على نار متوسطة، علشان أنا عايز كله ياخد نفس اللون، أنا عايز أحوله كله للون ذهبي كده زي الكنافة بالظبط، فأنا عايز أحوله كله للون ذهبي بدون ما يضرب مني، بدون ما يبوظ، بدون ما في حاجة تتحرق، علشان كده هتخليه على نار هادية. يلا معايا كده واحدة واحدة، أنا عامل كده إيه الدنيا ببساطة وببطء كده وعلى خفيف، علشان تقدر تعمل معايا الوصفة وأنت مشغل الفيديو، يعني شغل الفيديو كده واعمل الوصفة واحدة واحدة، هتلاقي اصلا القصة كلها مش هتاخد في ايدك 10 دقايق، يعني اثناء ما انت بتسمع الفيديو ممكن تكون خلصت الوصفة دي. جهز بس على جنب كده وانت بتقلب في جوز الهند، جهز اللبن والسكر وباقي المكونات اللي قلناها. مع التقليب بتاع جوز الهند ممكن تحط دلوقتي السكر الدايت، ممكن تحط دلوقتي السكر الدايت، ممكن تخليه بعدين في الاخر، انا حطيته بعد شويه، بس عايز تحطه دلوقتي على وانت على النار مفيش مشكله خالص، هتقلبه معاك عشان يدي كمان طعم احلى شويه، هو كده كده اصلا طعم الجوز الهند وريحته تحفه يعني. المهم قلبنا 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 على الهادي، وبعد كده واضح طبعا ان احنا ستيل بنقلب لسه، بس دي الصوره الثابته هنا، ده الشكل النهائي بقى اللي احنا هنطلع بيه، يكون محمر بالطريقة اللطيفة دي، مفيش حاجة محروقة، كله زي بعضه. بعد كده بقى في طاسة تانية حطيت اللبن وعليه 3 4 معالق دي جوز هند، وكمان معلقة جيلاتين باودر، وقلب بقى قلب كويس جدا، هتقعد تقلب في النار طبعا على نار هادية برضو،
او بتفضل تقلب في اللبن عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات مثلا من دقيق جوز الهند، تكتلات من بتاع ده الباودر، الجيلاتين باودر. الجيلاتين باودر بعد شويه بعد ما اللبن يسخن والدنيا تقلب فيه كتير هو اللي هيدي له القوام ده اللي انتوا شايفينه دلوقتي قدامك. فانت تفضل تقلب 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 لحد ما تاخد منه القوام ده اللي هو حاجه تبقى شبه القشطه. طبعا انت لو كنت حاطط كريمة خفق كانت هتديك القوام ده أسرع من اللبن بكتير، لكن مفيش مانع إن هو باللبن زي ما انتم شايفين. طبعا حطيت سكر أكيد مع الخلطة دي عشان تطلع معايا طعمها برضو يكون لطيف شوية. فلبن ودقيق جوز هند وجيلاتين باودر وسكر دايت، وقعدت أقلب كده دقيقتين تلاتة أربعة لحد ما اداني القوام اللي أنا كنت عايز أشوفه ده. الجزء الهندي نفسه حطيته على جنب يبرد شوية وحطيت عليه شوية سكر. وبعد كده بقى تبدأ الجمال والعظمة بقى يا باشا. خد جزء شوية من جوز الهند المحمر حطه في الطبق ودوس عليه كويس بالمعلقة كده، وبعدين ارجع حط طبقة قشطة. يعني انا خلاص احنا هنسميها قشطة، وظبطها كده كويس. طبعا كميات براحتك بعد كده، انت كده كده الكمية اللي احنا قلنا عليها دي في الاول يعني ممكن تكفي 3 أفراد مثلا، أو يعني تاكلها على 3 مرات، ممكن تاكلها على 3 مرات. فالمهم طبقة جوز هند، بعدين طبقة قشطة، قشطة يا باشا، وبعد كده طبقة جوز هند تاني. واديني كده في الجمال والحلاوة دي. اكتشفت بعدين ان انا لما يعني طبقة جوز الهند ما كنتش لازم ان انا اقعد اعملها بالمعلقة حتى، يعني مجرد ممكن تحط سوري طبقة القشطة ما كانش لازم ان انا اقعد اعملها بالمعلقة، كنت ممكن تحط بس طبقة القشطة من تحت بعدين تحط عليها جوز الهند كده وتدوس عليه بالمعلقة زي ما انا بعمل كده، يروح هو اوتوماتيك يساوي طبقة القشطة اللي من تحت. طبعا ممكن تحط عادي طبقة قشطة تانية وطبقة جوز هند تاني على قد ما انت عاوز بقى براحتك، مفيش مشكلة. اظبط بقى الشكل براحتك والطريقة دي. اهو انا بس ايه ممكن تكتفي بس انت تحطهم كده، مش لازم تساويهم بالمعلقه حتى زي ما انا بحاول اعمل كده في الفيديو. لا انا في الطبق التاني اللي عملته بعدين ما كنتش بساوي بالمعلقه بصراحه، كنت بس احط القشطه كده وبعدين احط فوقيها معلقه جوز الهند وادوس بس عليها كده بالمعلقه، هو اوتوماتيك يروح مساوي للطبقه اللي من تحت فتطلع تحفه حلوه جدا. يعني عادي جدا، هي اصلا بتبقى متماسكه قوي بالطريقه اللي احنا عملناها، والجيلاتين الباودر هيخليها متماسكه قوي كانها قشطه بالظبط. طبعا ممكن تحط قشطه اصلا، القشطه مسموحه اكيد ولو كارب اكيد يعني، بس انا حبيت ان انا اعمل حاجه كده سهله وسريعه. المهم خلاص ظبطت الطبقات بتاعتك، حط طبقات على قد ما انت عاوز، وبعد كده ممكن تزينها من فوق ممكن بشويه فول سوداني بقى، جوز هند تاني ابيض، اي مكسرات انت عاوزها، او حته فراوله كده لطيفه، وتطلع لك الأكلة الظريفة جدا دي اللي ممكن تاكلها وتستمتع بيها بدون ما تحس بتأنيب ضمير. ده كانت حلقتنا النهاردة، شكرا، مع السلامة.